2. تحية تحية لكل القوى الحية، تحية لكل القوى المكافحة، لكل الجماهير المناضلة. أولا وبدءا ببدء، أستغل هذه المناسبة من أجل الدعاء مع أب التنسيقية الأب الروحي السيد عبد الله الحجري الراقد بمستشفى ابن سينا تحت العناية المركزة، وذلك بعد التدخل القمعي الهمجي في الشكل النضالي والإنزال الوطني الأخير الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. إذن فتح ماي هي مناسبة لتوحيد صوت العمال عبر العالم بالرغم من اختلاف الأديان واختلاف الثقافات، بالرغم من محاولات الرأسمالية من أجل إفراغ هذا اليوم الأممي من مضمونه الكفاحي حتى صار وكأنه يوم عيد للاحتفال. لكن الحقيقة هي أن هذا اليوم هو يوم للنضال فرضته الطبقة العاملة بعد تضحيات جسام منذ أواخر القرن التاسع عشر. الصراع اليوم هو صراع ضد الاستعمار الليبرالي وضد مخططاته من أجل تمركز الثروة وبالتالي اتساع الفروقات بين الطبقة العاملة والطبقة الغنية. إن الوقوع في فخ ما يصطلح عليه بالعولمة يعتبر مدخلا أساسيا من أجل فرض الهيمنة من طرف الليبرالية المتوحشة، وذلك عبر تسريع اليد العاملة واستغلال الطاقات العمالية بأقل الأثمان. وبهذا الإطار فإن فرض التعاقد في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة يعتبر بابا أساسيا بابا رئيسيا عفوا ومدخلا أساسيا لدرء أهم مكتسبات الشعب المغربي. في هذا الإطار انخرطت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مسلسل الدفاع عن الوظيفة والمدرسة العمومية زي. هذا المسلسل الذي انخرطت فيه التنسيقية الوطنية ومنذ تأسيسها يوم 4 مارس 2018 بعد انطلاق هذه الشرارة، وسببها هو بداية العزل في حق هؤلاء الأساتذة واستغلال وضعيتهم الهشة. والحالة هي حالة الأستاذ حسين بكمان من زادولا وحالة أستاذ بولمان. ومنذ أول شكل نضالي خاضته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6 مايو 2018، وهو عبارة عن مسيرة سلمية حضارية يوم العطلة. انخرطت التنسيقية بمجموعة من الأشكال النضالية أيام العطل، وأؤكد طيلة الموسم الدراسي ولو يوم إضراب واحد، لكن التعنت وفرض سياسة الأمر الواقع التي لطالما ينهجها هؤلاء المسؤولين اللامسؤولين فرضت على التنسيقية وعلى الأساتذة المطالبين بحقهم
في الإجمال في أسلاك الوظيفة العمومية وحماية المدرسة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد. فرضت على الأساتذة التصعيد، وذلك عبر تسطير مجموعة من المحطات النضالية. أولها كان هو إضراب إنذاري مدته 24 ساعة يوم 22 أكتوبر، لكن الحال يبقى على ما هو عليه، والوزارة تنهج السياسة التي عهدتها وهي سياسة النعامة. هذه السياسة فرضت مرة أخرى المزيد من التصعيد، وكانت من بين الأسباب الرئيسية للانخراط في المعركة البطولية، وخصوصا الشهرين الأخيرين. ومن هذا المنبر نحيي جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على معركتهم البطولية التي أعادت للإطار التربوي هيبته التي فقدها بفضل مجموعة من السياسات التخريبية. كما نحيي كل الإطارات النقابية المكافحة الشريفة على مواقفها الصامدة والمبدئية التي سجلتها في دعمها لنضالات هذه الفئة المضطهدة، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا الجسد الصهاوي. ومن هذا المنبر ندعو جميع القوى الحية من أجل تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن المدرسة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد الذي يعتبر مدخلا أساسيا من أجل ضرب آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية. إذن اليوم فإن توحيد النضالات وتشكيل جبهة للتصدي لكل هذه المخططات التخريبية تعتبر مخططا استراتيجيا وخيارا أساسيا لا يتقبل اختيار. وأخيرا فإننا من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نؤكد على استمرارنا في معركتنا النضالية بكل شراسة حتى تحقيق جميع نقاط الملف المطلبي، وعلى رأسها إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد ودون شرط. إذن نؤكد مرة أخرى على الشعار الذي نحمله في هذه المناسبة الأممية، وهو نضال مستمر ومتواصل حتى تحقيق جميع المطالب وجميع نقاط الملف المطلوبة. كما نؤكد على تشبتنا باتفاق 13 أبريل، وندعو الوزارة الوصية إلى الالتزام بجميع مخرجات هذا الاتفاق وفتح حوار جدي ومسؤول وعاجل
من أجل حل الملف في شموليته، والحل الذي نطالب به ونؤكد عليه والذي لا تنازل عنه وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ولا نقبل أي حل ترقيعي آخر. وأخيرا أعيد التحية لكل الإطارات الحية والإطارات المناضلة والصامدة، وندعوهم مرة أخرى إلى الانخراط وتحمل المسؤولية وعدم الاتكالية وعدم اتخاذ موقف المتفرج من نضالات الشعب المغربي، وتشكيل جبهة موحدة من أجل التصدي لكل هذه المخططات التخريبية. ودمتم ودمنا للنضال أوفياء، وعاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاطف، حرة صامدة ومستقلة.